نمبر 23 in the circuit shown ال EMF بكام؟ 14 والانترنال باتنين. عايز مني ال readings بتاعت ال devices دي لما يكون ال key open او closed. تعال الاول نشتغل طبعا على ال key open، نمسح خالص ال 12 ohm دي مش هتبقى معانا. نحسب بقى من هنا اول حاجة ال R equivalent. طبعا ال R equivalent مفيش غير الاربعة والتمانية سيريس، لان الكرنت هيطلع كده هيمشي في التمانية ينزل على الاربعة يرجع تاني للباتري، فكده ال R equivalent ب12 لان هما الاتنين سيريس. تمام. طب الاميتر هيقرا كام؟ ال I equal في بي، هو قال ان هي 14 على الار equivalent اللي هي 12 بلس الانترنال اللي هي 2، يعني الكارنت بواحد امبير. طيب قال لي هات لي فولت ميتر 1 اللي هو في بي ماينس اي ار، يعني 14 ماينس 1 في 2 يعني 12 فولت. طب في 2، في 2 بيقرا اي في ار، الاي ب 1 وال R ب 4 لأن الفولت متر ده متركب على 4 أوم، يعني 4 فولت. كده احنا جبنا ال readings بتاعتنا كلها لما كان السويتش ايه؟ لما كان السويتش open. طيب تعالى بقى نقفل السويتش. اقفل السويتش يعني وصلت ال 12 parallel مع ال 8، ناخدهم R equivalent 12 في 8 على 12 plus 8 هيطلع لي 12 بلس 8 هيطلع لي كام؟ 4.8. ال 4.8 دي سيريس مع الأربعة، يبقى الـ R equivalent دلوقتي بكام؟ 8.8. طيب عايز الأميتر الـ I equal VB الـ R equivalent بلس الـ R internal، يبقى 14 على 8.8 بلس 2 يطلع الـ current 1.296 أمبير. عايز V1 VB ماينس ال I، هقربها بس ال 1.3 في الانترنال، يبقى 14 ماينس هيطلع لي 11.4. عايز V2 اللي هي ال I في ال R هيطلع لي كام؟ 5.2. نمبر 24 in the shown electric circuit عايز ال total equivalent resistance. طبعا الفايف والفايف سيريس مع بعض، واضحة جدا بتن، فانا هرسم هنا بتن واشيل دول خالص ونبدأ نحط النقط. يلا بينا، هبدأ من هنا 1 1 1 1 1، الجنب ده كله 1، لما دي الناحية التانية 2 2 2 2 2. طبعا والنقطة دي اللي هي ما بين الباتري والريزيستنس هسميها ايه؟ 3 مثلا. هتلاقي ان التين دي اولها 1 واخرها 2، والفايف اولها 1 واخرها 2، والتين دي اولها 1 واخرها 2، يعني دول بارل، يبقى ال R equivalent هتكون التين والتين والفايف كلهم بارل، هتدي لك 2.5. طب ما هو سيريس مع 2.5 اللي فوق، مش انت دلوقتي لما تلمهم كده، تعال نسميها R equivalent 1. شكل الرسم بقى عامل ازاي؟ في 2.5 وادي الباتري، ولميت التين والتين والفايف في 2.5، ايه علاقتهم ببعض؟ سيريس. يبقى ال R equivalent النهائية خالص بقى عبارة عن 5 اوم. طيب الكرنت في بي على R equivalent بلس الانترنال، في انترنال مفيش انترنال، يبقى 3 امبير. جبنا من الكرنت ب 3 امبير، كده جبنا اول اتنين. عايز بقى مني الكرنت اللي فين؟ اللي في ال 5 اوم. دلوقتي انا عرفت ان هنا في 3 امبير خارجين، هيتقسموا على كام فرع؟ 1 2 و3.
قلنا القانون بتاعنا I1 R1 equal I total R total. فاكر كنا بنكتب هنا ايه؟ parallel connection، يعني الكارنت اللي داخل يتقسم على البارلل بس. I1 اللي انا عايز اعرفه، R1 اللي هي الفايف، I total الكارنت اللي داخل يتقسم، R total بتاعت البارلل اللي هم دول بس اللي هي التين والفايف والتين اللي كانت هنا، اللي هي مجموع الخمسة دي والخمسة دي، تمام؟ اللي هي كانت كام؟ كانت 2.5. يبقى ال I1 بكام؟ 3 في 2.5 divided 5، طلع لي 1.5. طيب عايز بقى البوتنشال ما بين ال A وال B، الفرق ما بين النقطة A والنقطة B. في أكتر من طريقة. مبدئيا ممكن أقول لك إن ال VAB ده إنها هتمشي من حد A لحد B من الطريق ده من تحت. طب اشمعنى من تحت؟ لأن أنا عرفت إن هنا في كهرباء بكام؟ ب 1.5 أمبير، فما فيش غير ريزيستنس واحدة، فهقول إن هي ايكوال I في R اللي هي I1 في R1 اللي هي 5 في 1.5، هيطلع لك 7.5. ممكن تقول بقى ايه هي مجموع كل الأراضي دي اللي هي البارل، يعني اللي يبقى 3 أمبير كارنت التوتال في الار التوتال بتاعت البارل اللي هي كام برضو؟ 2.5، هيطلع برضو 7.5. طب تأكيدا على اللي قلناه دلوقتي، ده البوزيتيف وده النيجاتيف، الكرنت هيتقسم 1 2 3 ويرجع تاني من هنا، فالبوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، يعني انا ممكن امشيها كده وساعتها هكتب ايه؟ ال VAB equal، يلا قابلت البوزيتيف الاول هكتب بوزيتيف I في R، بعد كده ماينس الباتري ماينس 15 equal، وتشوف كام على الكالكوليتر، هيطلع برضو معاك 7.5 فولت حتى لو بالنيجاتيف، ما فيهاش مشكلة. نمبر 25 بيقول لي find the voltmeter reading in the following cases K1 open و K2 open. ان يفتح الاتنين يعني كأنهم اصلا مش موجودين ولا كأنك شايفهم، يعني open circuit خلاص، يبقى يقرا كام؟ فولت الباتري. طيب اقفل لي K1، لا open K1، فين K1؟ نقفل K1 ولا نفتح K1؟ افتح K1 يعني امسحه اصلا، مسحت K1 واقفل لي K2. ونشوف ال R total، ال I total equal كام؟ VB على R equivalent اللي هي 8 plus ال R internal اللي هي 2، يعني ال current 1.2 ampere. طب وال voltmeter يقرا كام؟ VB minus IR اللي متركب على battery، يعني 12 minus 1.2 في 2 هيطلع كام؟ 12 minus 1.2 في 2 طلع معايا 9.6، يبقى هيقرا 9.6. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي بقى ايه في الكي 1 وافتح كي 2. طب انا دلوقتي هو يا سيدي قدامك، ما هو هو يعني قفلت كي 1 وفتحت كي 2 يعني مسحت ده، طب ما برضه هيبقى الار ايكويفالنت ب 8، فكده كده هيديني نفس الانسر اصلا، فهكتب هنا برضو 9.6. اقفل بقى الاتنين، تمام؟ لو انا قفلت الاتنين بقى عندي الفرع ده ب 8 والفرع ده ب 8، الاتنين بارل مع بعض، يبقى الاي توتال هتكون ايكوال في بي على ار ايكويفلنت، ما انا بقى عندي 8 بارل مع 8 وادي الباتري جواها انترنال ب 2، فهي الار ايكويفلنت ب 4 بلس الانترنال ب 2، صح كده؟ دولت ب 4، 8 في 8 لكن زائد 8 بلس الانترنال اللي هي ب 2، يبقى الكارنت 12 على 6 ب 2 امبير. هات لي الفي VB minus IR يعني 12 minus 2 في 2 يعني 8 فولت. 26 بيقول لي
in the shown figure عايز V1 وعايز V2. الشكل ما يخضكش، الفولتميترز ما هي إلا ديفايس، شيله ولا كأنك شايفه، وهتلاقي الرسمة بعد كده في منتهى التفاهة. أهو أنا شلت كل الديفايسز، بقت المسألة عبارة عن 2 باتري وثلاث مقاومات. أنا بس مسحتها عشان أوريك إن هي في النهاية. تمام، يلا بينا نحسب الكلام مع بعض. الاي ايكوال في بي ماينس في بي 20 ماينس 10. مستر انت عامل 2 ماينس، ده بيطلع كهرباء لفوق وهتخش كده، وده بيطلع كهرباء لفوق وهتخش كده، هيخبطوا في بعض عكس بعض. يبقى 10 ماينس 20 ماينس 10 على الار ايكويفالنت اللي هي 0.3 بلس 4 بلس 0.7 بلس 0 بلس 0 عشان نفكرك بالانترنال. هيطلع معاك 10 ديفايدد 5 يبقى 2 امبير، يبقى الكرنت ب 2 امبير. طب V1 متوصل على ايه؟ على باتري وجنبها ريزيستنس. فاكر كنا القانون ده عامل ازاي؟ VB ماينس IR. تمام، ده كان القانون لما الاقي باتري على ايه؟ على فولت ميتر. لما الاقي فولت ميتر، ده كان القانون لما الاقي فولت ميتر على باتري وريزيستنس. بس خد بالك من حاجة، ان انا عندي هنا باتري سورس وباتري تشارج، فلو حطينا البولاريتي كده هو الكرنت خارج منين؟ الكرنت خارج من هنا، فهنا في بوزيتيف وهنا في نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، لان الكرنت بيلف ازاي؟ بيلف انتي كلوك، فهو داخل على الريزيستنس بيبقى بوزيتيف في وشه، والباتريز كده كده ايه معروف، الشرطة الكبيرة بوزيتيف والشرطة الصغيرة نيجاتيف. يبقى بالنسبة لل 3 اوم دي او 0.3 الكرنت اللي جاي كده، فبكتب البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. طب بالنسبة للأربعة دي الكرنت هيمشي كده، فكتبت البوزيتيف هنا. طب بالنسبة لل 0.7 الكرنت طالع كده، فكتبت البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. طيب تعالى بقى نجيب الريدنجز. يلا لما اجي اتكلم كده على V1 متوصل على باتري سورس ولا تشارج، دي الصغيرة، وكنا بنقول الصغيرة دي اللي هي السورس، يبقى يقرا VB بلس IR. ال VB ب 10، الاي ب 2، والار اللي جنبها 0.3، يعني هيقرا كام؟ 10.6. طب V2 ده متركب على ايه؟ على سورس، يبقى VB ماينس IR، يعني 20 ماينس IR هيطلع معانا كام؟ 20 ماينس 2 في 0.7 18.6. طيب هقول لك هنا كلمتين. انا كان ممكن هشيل لك بس الاول الكلام ده كله عشان تبقى مركز معايا كده. انا هسمي النقطه دي وليكن A، وهسمي النقطه دي B. قرايه الفولتميتر هي الفرق بين A و B، لان هو متوصل ما بين A و B، اهو دراعاته ماسكين النقطه A و B. فاكر كنت بقول لك ايه؟ حط البولاريتي ادي البوزيتيف والنيجاتيف، الكرنت خارج من هنا ونازل كده، فيبقى البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، واتحرك من الاي للبي. قابلت بوزيتيف اكتب بوزيتيف، هتلاقي نفسك بتكتب بوزيتيف 10. بعد كده هتقابل البوزيتيف بتاع الريزيستنس يبقى بلس، وقلنا الفولت بتاع الريزيستنس اي في ار يبقى 2 في 0.3. هتوصل فعلا لنفس الانسر اللي احنا عملناه. تمام، دي اول طريقة. نفس الكلام على المقاومة التانية، هتلاقي ان الكارنت طالع كده، فالبوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، والباتري نيجاتيف هنا وبوزيتيف هنا معروف. طب دي برضو اسمها ايه مثلا، ودي اسمها مثلا سي، فهات لي الفولت بين ايه والسي. هقول بوزيتيف 20، بعد كده هتقابل الماينس هنا بتاع الريزيستنس، فهكتب ماينس، والفولت في الريزيستنس بنقول اي في ار
يبقى 2 في 0.7، وفعلا ده اللي احنا لسه ايه لسه كاتبينه من شوية. تمام، نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لي انا عايز الريدنج بتاعت الفولت ميتر زي السؤال اللي فوق بالظبط. هات لي الاي الاول، البتر الكبيرة ماينس البتر الصغيرة على الار ايكويفلنت اللي هي 1 بلس 4، هيطلع معاك 2/5 امبير. هعتبر دي A، هعتبر دي B، وانا بجيب حاجة اسمها V A B، هتمشي من A ل B. والله عايز تمشيها كده امشيها، عايز تمشيها كده امشيها براحتك، بس الاول حدد لي بولاريتي، فين الباتري القوية اللي هي 10. يبقى الكارنت ماشي كده، يبقى البوزيتيف هنا، يبقى البوزيتيف هنا كارنت وداخل على ريزيستنس بيقابل البوزيتيف في وشه، ثم النيجاتيف طبعا. وبعد كده الباتري الكبيرة بوزيتيف والباتري الصغيرة، سوري، الشرطة الكبيرة بوزيتيف والشرطة الصغيرة نيجاتيف. اتحرك لي بقى من A ل B من هنا، من هنا كده، من هنا اول حاجة هقابلها بوزيتيف 8، دي الباتري خلصنا منها. بعد كده البوزيتيف بتاع الريزيستنس اهو I في R، 2/5 في 4، شوف هيطلع معاك كده، يبقى 8 بلس 2/5 في 4، طلع معايا 9.6. طب من الطريق التاني لو همشيها كده، أول حاجة هقابلها التن، بوزيتيف 10، بعد كده هقابل الماينس ده، فاكتب ماينس I في R 2/5 في 1، 2/5 في 1، هيطلع برضو طبعا معاك 9.6. 28 بيقول لي when closing the switch عايز مني potential ما بين A و B و potential ما بين C و D. طب تعالى نجيب ال current الأول، واضح ان الاتنين دول ايه سيريس ب18، والاتنين دول سيريس ب9، والاتنين مع بعض ايه بارل. يبقى الكرنت عندي هنا في بي، الار ايكويفلنت ده بكام؟ 18، ده بكام؟ ب9. الاتنين بارل مع بعض هيدوني كام؟ 6 بلس الانترنال ب2، يبقى 12/8 اداني 1.5. عرفنا ان الكرنت ب1.5. خد بالك ان ال 1.5 خارجين من هنا، هيجوا هنا يتقسموا حبة فوق حبة تحت، positive negative positive negative، وتحت positive negative positive negative، ان الكرنت ماشي منين لفين؟ من ال A لل B، فهو داخل على resistance بيقابل positive في وشه. طب انا عايز اعرف في كام فوق وفي كام تحت. هو مش احنا لسه متفقين ان الفرع اللي فوق ب18 والفرع اللي تحت ب9؟ يبقى الكرنت هيتقسم ازاي؟ يا اما هتروح تستخدم لي الكرنت ديفايدر، تقول لي مثلا الكرنت اللي في الايتين ايكوال المقاومه الثانيه على مجموعهم في الكرنت اللي داخل، هتلاقي طبعا 1 امبير، يبقى تحت هنا في 1 امبير وفوق هنا في 0.5 امبير، عشان بس تبقى انت فاهمني. انا قصدي الفرع اللي فوق، مش قصدي الكرنت التوتال. الكرنت التوتال احنا عارفين خلاص ان هو بكام، ب1.5، في فوق هنا، هنا كده 0.5 امبير خلاص. طيب عايز بقى البوتنشال من ال بي، استنى بقى نمسح كل الكلام ده، عايز البوتنشال من ال بي ومن السير دي. تعالى نتحرك من ال بي، يلا من ال بي ممكن تمشي فوق في الفرع اللي فوق، ممكن تمشي في الفرع اللي تحت، وممكن تمشي من فوق خالص براحتك، كلهم صح. تعالى نمشي من تحت خالص، هقابل ايه قدامي؟ بوزيتيف اهو، ريزيستنس اي في ار يبقى 6 في 1، بعد كده بوزيتيف تاني اكتب بلس، الريزيستنس 3 في 1، طلع لي كام؟ 9. لو مشيت من فوق من الفرع اللي فوقيه هيبقى بوزيتيف 10 في 1، بوزيتيف 8 في 1، هيطلع برضو معاك 9.
لو مشيت من بره خالص هتقابل الباتري، بس ما تنساش بعد اذنك ان في ريزيستنس جنبها ب 2 اوم اللي هي الانترنال، هرسمها بره عشان ما انساهاش. حط البولاريتي كده، الكرنت راجع كده، فيقابل البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. يلا، وانا بتحرك من ايه لبي من فوق كده من بره خالص، هقابل اول حاجه ايه؟ بوزيتيف الباتري، يبقى هكتب بوزيتيف 12، بعد كده ماينس ريزيستنس اي في ار 1.5 في 2، هيطلع لك فعلا برضو 9 فولت. في اي طريقه هتاخده هيطلع لك نفس القرايه. انا جبت لك بالثلاث طرق اهو علشان اثبت لك ان الثلاثه هيطلعوا نفس الانسر. البوتنشال ما بين السي والدي، اتحرك من السي للدي. يلا انا واقف هنا دلوقتي اهو، همشي كده، بص كده لغايه ما اوصل لدي. اول حاجه هقابلها قدامي بوزيتيف 8 في هاف، بعد كده قابلت ايه؟ ماينس 3 في 1، هيطلع معاك كام؟ 1 فولت. ممكن امشي بالطريق التاني، ممكن امشي الناحيه التانيه كده، اه طبعا ممكن، هيطلع برضو نفس الانسر. ده كنا حللناه في حصه الشرح خلاص زي ما هو كده. نيجي نمبر 30، find the ratio between the reading of V1 and V2. تعال نشوف. V1 بيقرا اي في ار، V2 بيقرا ايه؟ ما هو دول بارلل، خدهم بارلل خلاص، يبقى اي في ار على الاتنين، اي في ار على الاتنين. عايز مني V1 على V2 يبقى اي في ار divided اي ار over 2. الاي هتروح مع الاي والار هتروح مع الار، هيتبقى لحضرتك كام؟ 1/2، على الكالكليتور هيطلع لك 2. هنا 31 بيقول لي in the circuit shown in the figure عايز التوتال كارنت. تعال نجيب الاي. الاول كده لو بصيت معايا على السيركت هتلاقي ان الباتري مثلا التمانية بتخرج كارنت لفوق، التلاتة فولت بتخرج كارنت لفوق، وبرده الون فولت بتزق معاهم في نفس الاتجاه، ولكن الوحيدة اللي عكسهم هي مين؟ هي السبعة. يعني عندي تلاتة باتريز بيزقوا مع بعض عكس مين؟ عكس السيفن. يبقى هقول ايه؟ الون فولت والتلاتة فولت والتمانية فولت كلهم كده مع بعض ماينس مين؟ السيفن فولت، هي الوحيدة اللي عكسهم. divided ال R equivalent، ال R equivalent عندنا ال 5 وال 3 وأي internal عندك، ما عندكش غير ال internal دي وال internal دي خلاص. يبقى 1 plus 3 plus 8 minus 7 على 5 plus 3 plus 1 plus 1، طلع معايا ال current بهاف، جبنا ال current التوتال. عايز التيرمينال فولتج اللي على الباتري التمانية، الفولت اللي هنا، هي دي باتري سورس ولا تشارج؟ دي بتزق معايا ولا بتتشحن؟ لا بتزق معايا، لان كلهم هم الاقوياء، التمانية والتلاتة والواحد هم دول السورس، الوحيدة اللي بتتشحن هي السبعة. فكده الفولت اللي على التيرمينال اللي على التمانية فولت باتري هيبقى في بي ماينس اي ار عادي جدا، يعني تمانية ماينس هاف في 1، هيطلع معاك 7.5 فولت. بالنسبة ل سي دي باتري تشارجد بقى، فهيبقى في بي بلس اي ار، الوحيدة اللي الكارنت بيدخل جواها اهو، الكارنت هيكمل كده ويعدي جواها هي. اه بس ثانية واحدة، ده الفولتميتر كمان مش بس متوصل على الباتري، ده متوصل على الباتري وجنبيه ريزيستنس. خلاص يا عم ولا اي حاجة، انا هاخد ان الواحد اوم دي سيريس مع التلاتة واخليها 4 اوم، هاخدهم سيريس، فيبقى شكل الكون عامل ازاي؟ في بي بلس اي ار برضو، فاكتبها ازاي؟ 7 بلس الكرنت هاف والار اخد الاربعة اللي هي الوان بلس 3، الوان اللي كان الوان اللي كانت هنا الانترنال والثري، خدت دول مع بعض كده سيريس. طيب انت مش مقتنع بديك خلاص، دي كان ممكن تكتبها كده، بص في بي بلس الاي ار بلس الاي في الار اللي هي تبقى 7 بلس هاف في 3 او هاف 1 الاول بلس الهاف في 3، هيطلع برضو معاك
نفس الانسر 9 فولت. نيجي للسؤال الاخير 32، عايز ال VA وال VB وال VAB وال VBC وال VCA. تعال الاول نجيب الكرنت كده. الكرنت VB على R equivalent بلس الانترنال 18 على 9 ب 2 امبير. عشان اجيب ال VA انا طبعا محتاج احط البولاريتي، بس الاول يعني عايز ارسم الانترنال عشان ما انساهاش، فارسم الانترنال هنا الكرنت خارج كده اهو، احط البولاريتيز بقى بوزيتيف نيجاتيف، الكرنت مكمل بوزيتيف نيجاتيف، الكرنت مكمل بوزيتيف نيجاتيف. يلا اتحرك من ايه لحد الجراوند. انا قلت لك عشان تجيب الفولت عند نقطه لازم تتحرك من النقطه لحد الجراوند. من الفي اي لحد الجراوند نيجاتيف 5 في كام؟ في 2، يعني نيجاتيف 10. طيب ال في بي اتحرك من بي لحد الجراوند، يعني بوزيتيف 3 في 2 اللي هي بوزيتيف 6. طب ال في اي بي اتحرك من اي لحد بي، يعني نيجاتيف 5 في 2، بعد كده نيجاتيف 3 في 2، نيجاتيف كام؟ 16 فولت. طب ال في بي سي السؤال اللي بعدها كام؟ اه ال في بي سي اتحرك من البي للسي، طب ما هي بوزيتيف 5 في 2، سوري 3 في 2، 3 في 2. اتحرك من البي للسي، مش هتقابل قدامك غير مين؟ غير التلاتة اوم، يعني بوزيتيف 6 برضو. اخر واحدة اللي هي ال في سي اي اتحرك من السي لحد ايه، لما هتحرك من السي لحد ايه مش هتقابل غير الخمسة، فخمسة في اتنين بوزيتيف، خمسة في اتنين تطلع بوزيتيف 10.